هو الواد ده بيحفظ بيدور على ايه؟ اكيد على الشنطة. شنطة؟ شنطة ايه؟ الشنطة اللي كانوا مخبينها دي. شنطة ايه يا ابني اللي مخبينها؟ ما قلتلكيش ها؟ لا لا ما قلتليش. انا قلت لحضرتك والله ان انا ماليش شغلانة الشر دي خالص. حضرتك كأني جايبة حمدي المرغني مثلا وخليه يعمل دور رومانسي، مش هيبقى مقنع. يا حبيبي الحكاية ملهاش دعوة لا بحمدي المرغني ولا بالشر، دي ليها دعوة بالبرتوشة اللي فوق دماغك دي وعمال تفكر منها. شنطة ايه؟ اقول لك اهو. ها؟ اصل العيال دي كانوا داخلين المزرعة اصلا عشان يخبوا شنطة. يخبوا شنطة؟ اه. وعرفت تخبوها فين؟ طبعا. برافو عليك، فين؟ بس هي المشكلة بس ان الشنطة مكانها اتغير. ايه؟ الشنطة مكانها اتغير، لولي ما شاء الله عليها شافته واتسحبت وخدت الشنطة دي ودفنتها في مكان تاني خالص. وانا الحقيقة بصراحة ما اعرفش المكان ده ليه بقى، لان حضرتك مداني بريك نص ساعة، فانا كنت ساعتها في بريك وقمت وسبت الاجازة. رجعت لقيتها خبيتها في مكان تاني بنت اللذينة دي. فانا بس انا عايز اسال سؤال بس، هو المعلومة دي هتفيد حضرتك بإيه؟ هتفيدني بإيه؟ يعني بجد والله؟ انا فعلا مش عارف، فكرت والله. لا لا انا هقول لك. المعلومة دي هتفيدني ان انا عرفت ان الولد ده ما بيساعدش لولي لله. ده بيساعد لولي عشان ترجع له الشنطة. وصلت؟ ده رقم غريب، ما بحبش ارد على رقم غريب اصلا في الشغل بصراحه. هو ده صوت لولي؟ اه دي اغنيه صباح الخير يا شموستنا اللي بتغنيها كل يوم لما تصحى الصبح، تحفه. انت حاطه رنه ومنبه عشان بصحى عليها كل يوم، بعتها لك. انا عايز اعتذر لك. لا بتعتذريش؟ لا 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 انا لازم اعتذر لك. كلنا بنغلط والله. اه اكيد طبعا. بس غلطه الشاطر بألف. طبعا طبعا. كان في يوم اسود، يوم اسود في حياتي، انا صحيت الصبح وقررت ان انا اعينك وافتكرتك راجل ذكي، انا اسفه. والله انا قلت لحضرتك انا ماليش في شغلانه الشر دي، انا ماليش في دهاء الذئاب بتاع حضرتك ده خالص، انا راجل مهندس اي تي. ما انا زيك، ما انا ماليش في رغي الخنافس برضه، بيني وبينك يعني، بس بستحمل، بستحمل ما شغلي هعمل ايه؟ صح. بص انا هقول لك على حاجه ده. عشان نخلص. ده. انت بص تقعد بقى تراجع لي كل شرايط المراقبه دي. ماشي. وتوقف الشرايط اول ما تلاقي الشط اللي فيه لولي بتخبي فيه الشنطه. تمام كده؟ وبس. صح. ما تعملش حاجة. انت هتفيدك؟ مالكش دعوة. ماشي. انت انسى بقى. ها؟ ما فكرش. انت... لا 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 شيل انت من دماغك، مالكش دعوة خالص. اعتمد عليا. قشطة؟ خلاص؟ شكرا. انت بس هتوقف الشريط وتندهلي. سهل. انا بقى ليا عيون في المزرعة هم هيتصرفوا. سهل. حياة النبي. سهل سهل. ماشي؟ بس هاخد البريك بتاعي في معاك. خد اللي انت عايزه. شكرا. ربنا كبير. شكرا.